احنا ليه نسينا ان عمرو بن العاص هو اللي رجع البترك بتاعنا الكرسي؟ لما جه كان في بترك دخيل يوناني فرض علينا واضطهدنا، تصوروا مسيحي واضطهدنا لدرجة البترك اختفى والأسقف اختفوا من كتر الاضطهاد. رجع عمرو بن العاص قال لهم فين، وجابوا ورجعوا كرسي وأعاد له كل كنائسه. حاجة جميلة، هو ده الإسلام.